الأخبار من الراي. نشرة الأخبار من الراي تقدمها لكم زينب دشتي، والبداية دوما بأبرز العناوين. المطاوعة مثنيا على زيارة الخالد، مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة أولويات الحكومة. الجراح لدى افتتاحه الموروث الشعبي، الصرح التراثي والثقافي والتروحي هدية من سمو الأمير. ايش رايك بالانهيار الجليدي والجو البارد؟ والله ما احس صدق؟ الله يجزاك خير، هذا هو تو واصل الشرف. مطالبات نيابية بتدخل الخارجية لإنقاذ أسرة كويتية عالقة وسط الثلوج في كاليفورنيا. ومن سان دييغو الأمريكية، قائمة الوحدة الطلابية تنافس بقوة في انتخابات طلبة الكويت. لجنة اختيار أعضاء المجلس الشبابي الجديد تعقد اجتماعها الأول لوضع اشتراطات الترشيح. وفي النشرة، رئيس الوزراء العراقي بصدد الاستقالة بعد شهرين من الاحتجاجات الدامية. وسط ترقب الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، ثمن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس الوزراء أمس، والذي جاء تفعيلا لتوجيهات سمو أمير البلاد بتحقيق مبدأ فصل السلطات مع تعاونها. وقال المطاوعة في تصريح لجريدة الراي إن الخالد يشكر على بادرة الزيارة، وهي الأولى من نوعها، وتعكس الرغبة الصادقة في بداية عمله في التعاون والاطلاع على الاحتياجات القضائية للقيام بدورها في المسؤولية العامة التي تشارك بها السلطات الأخرى لحماية الأموال العامة ومكافحة الفساد. وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء بدأ زيارته مع الجهات التنفيذية والقضائية، وسيلتقي برئيس السلطة التشريعية، وسبق أن التقى هيئة مكافحة الفساد خلال هذه المرحلة كونه مكلفا وضمن أولويات حكومته مكافحة الفساد، وذلك للاستئناس برأي هذه الجهات في مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة. بدأ مهرجان الموروث الشعبي الخليجي السادس فعالياته اليوم، والمقام في قرية صباح الأحمد التراثية، بمكرمة من سمو الأمير أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، حيث يشهد مسابقات تراثية وترويحية واجتماعية متنوعة. وافتتح المهرجان وزير شؤون الديوان الأميري رئيس اللجنة العليا للقرية الشيخ علي جراح الصباح، حيث قام بجولة تفقدية على معالم القرية وسط حضور رسمي وشعبي كبير. لا شك أن هذا المشروع فكرة سيدي صاحب السمو هدية قيمة لأبنائه وللمقيمين ولضيوف الكويت، بأنها تكون متنفس جميل يحوي الراحة والثقافة وجزء من الموروث الشعبي الكويتي، كذلك ساحة كبيرة لالتقاء العائلات وقضاء وقت جميل في هذا. لا شك سعت للجهود الجبارة اللي قام فيها أخي وزميلي معالي المستشار محمد ضيف الله شرار
وفريقه المميز، وأتمنى للجميع التوفيق. تفاعلا مع قضية الأسرة الكويتية العالقة وسط الثلوج على حافة جبل في كاليفورنيا، قال رئيس لجنة الخارجية البرلمانية النائب الدكتور عبد الكريم الكندري إن على الخارجية الكويتية وسفارتنا في أمريكا التحرك والتنسيق الفوري مع الشرطة المحلية لإنقاذ المواطنين من أسرة المزين العالقين منذ ساعات وسط الثلوج على حافة جبل في ولاية كاليفورنيا. وفي السياق طالب عضو رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب عبد الوهاب البابطين الخارجية والسفارة الكويتية سرعة التدخل لإنقاذ الأسرة العالقة منذ 11 ساعة وسط الثلوج، وقد حصل الرأي على هذه المشاهد التي نتابعها معا. أركم إياه الحين. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك فوق مثل ما أنت شايفين هناك هذا الجليد اللي طاح. أبشركم الحمد لله الأمور طيبة، ونشوف أقوى فرقة إنقاذ لا إله إلا الله عليه. شوفه منصور الخليفي الله يجزاه خير. هذا احنا حنين ما ترد يقول لي ما يقول لك ما يرد الامريكي ها؟ راد قهري طبعا الامريكي. يلا بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله. هذا احنا الحمد لله داخل السياره الحين وكان نازلين. الى فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد الوطني لطلبه الكويت فرع الولايات المتحده الامريكيه والمقامه في مدينه سان دييغو الامريكيه، حيث يخوض الاتحاد انتخابات الهيئه الاداريه. وفي السياق فقد قال مرشح الاتحاد عن قائمة الوحدة الطلابية علي مرزوق الغانم إن طلبة الكويت في أمريكا بحاجة إلى اتحاد يدير ولا تدار انتخاباته، والاتحاد يصيغ تصاريحه بنفسه ولا تصاغ التصريحات له. نتابع المزيد في التقرير التالي. في أكبر تجمع طلابي خارجي انطلقت انتخابات الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن مؤتمر الاتحاد السنوي 36 الذي يقام في مدينة سان دييغو الأمريكية تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء، حيث يتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة. مؤتمر هذا العام الذي يقام تحت شعار جيل بناء لوطن معطى شهد تنافس ثلاثة قوائم طلابية متمثلة في الوحدة الطلابية والمستقبل الطلابي ومستقلة أمريكا. وفيما اختارت قائمة الوحدة الطلابية شعار عهد باقي، أكد مرشح القائمة علي مرزوق الغانم أن طلبة الكويت في أمريكا بحاجة إلى اتحاد يدير ولا تدار انتخاباته، وبحاجة لاتحاد يصيغ تصاريحه بنفسه ولا تصاغ التصاريحات له، لافتا أن طلبة أمريكا في أمس الحاجة لاتحاد بقيادة الوحدة الطلابية. فعالية المؤتمر ستتضمن ندوات وورش عمل وأنشطة مختلفة شاملة كافة الأصعدة من الصعيد الثقافي والعلمي والاجتماعي والفني. تلقت مباحث تنفيذ الأحكام معلومات سرية عن وجود السجين الهارب برفقة أحد أقربائه داخل مركبة عند مواقف أحد الأسواق الشعبية في منطقة الجهراء، وعليه تم التوجه إلى المكان لضبطه، ولكن قريبه شعر برجال الأمن من حوله فحاول الفرار وتمت مطاردتهما، لكن السجين الهارب تمكن من النزول من المركبة وتوارى بين العمارات وقد تمت محاصرتهما بعد طلب الإسناد، وتم تمشيط المنطقة وضبط قريب السجين الفار وحجزه. عقد مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب اجتماعه الأول للجنة اختيار المجلس الشبابي الجديد المعنية بوضع آلية ترشيح واختيار الأعضاء بحسب قواعد وإجراءات اللائحة التنفيذية القانونية. وقال وكيل مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب الدكتور مشعل ربيع إن اللجنة الجديدة المكونة من الخبراء والاختصاصيين تقوم بوضع الضوابط والمعايير التي تعتمد آلية اختيار أفضل العناصر الشبابية لعضوية المجلس الشبابي،
بدوره قال رئيس تحرير جريدة الرأي عضو لجنة اختيار أعضاء المجلس الشبابي وليد الجاسم إن أبرز أهداف المجلس ترسيخ الهوية الوطنية وتطوير لغة الحوار والتواصل مع المجتمع والتواصل بين الشباب والقطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني وتنمية الوعي في القضايا المجتمعية وتقوية وتعزيز الجوانب القيادية والإنسانية لدى الشباب. هذا المجلس استشاري ومهمته أن يطلع في اقتراحات وتوصيات يرفعها بعد. طبعا بالبداية لازم يتواصل مع باقي الشباب ويأخذ رأيهم ويبلورون هذه المواضيع على ما أن توصل إلى حد ممكن بعدين يقدمونها كاقتراح وتوصية حق الإدارة العليا. طبعا احنا انتم اليوم في وزارة الدولة شؤون الشباب، ووزارة الدولة شؤون الشباب هي طبعا جزء من مجلس الوزراء، مما يعطي وزير هذه الوزارة الاتصال السريع مع مجلس الوزراء، بما معنى ان هذا المجلس الشبابي بتوصياته ان شاء الله اللي لما تطلع منه تم تحويلها الى وزير الشباب، ووزير الشباب بعدين يوصلها حق مجلس الوزراء لانه من ضمن هذه المنظومه. استكمالا لحملاتها في منطقة الجليب الشيوخ، أعلنت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة الأوضاع في المنطقة استجابة بعض أصحاب المحلات المخالفة بغلقها بالكامل وإعادتها لوضعها الطبيعي كما هو بالمخطط المعتمد من قبل البلدية. مساء السالم مطمئن المدير إدارة النظافة العامة وشرافة الطرق بفرع بلدية خان فروانية يقوم بجولة ميدانية على منطقة جليب الشيوخ لمتابعة مستوى النظافة في المنطقة وكذلك لمتابعة المحلات التي سبق قلقها. وللأمانة مثل ما أنتم تلاحظون تجاوب الكثير من المحلات المخالفة بقلق المحلات وارجاعها الى وضعها الطبيعي وحسب المخططات المهندسيه. اليوم البلديه جاده في تطبيق القانون ولن تتهاون ولن تتراجع عن تطبيق القانون، ومستمرون باذن الله الحين يتم الانتهاء من جميع المخالفات في منطقه جليب الشيوخ وارتفاع مستوى النظافه في المنطقه. وقعت جمعية المهندسين الكويتية مذكرة تعاون مع نظيرتها الهندية، وذلك في محاولة للاستفادة من الخبرات العلمية عند طريق عقد ورش عمل ومؤتمرات مشتركة. وتتيح الاتفاقية لجمعية المهندسين الكويتية الفرصة للتعاون مع المنظمات العالمية وتطوير المهنة داخل البلاد. وقعنا مذكرة تعاون مشتركة بيننا وبين واحدة من أقدم المنظمات الهندسية في العالم، جمعية المهندسين الهندية. طبعا هذا تتويج لاحتفاليتهم كذلك في 100 عام وبمرور 57 عام على جمعية المهندسين الكويتية. المذكرة يعني راح تخدم المهندسين الكويتيين وكذلك المهندسين الهنود على حد سواء. المذكرة عبارة عن يعني تبادل خبرات والاستفادة من الخبرات الهندسية العلمية الموجودة في النقابة وكذلك الموجودة في جمعية المهندسين من خلال عقد ورش عمل مشتركة وكذلك من خلال عقد المؤتمرات، وإن شاء الله في القريب راح نعلن عن مؤتمر عالمي مشترك بيننا وبينهم. طبعا أهمية هذه المذكرة بالنسبة لجمعية المهندسين أن إتاحة الفرصة للتعاون بيننا وبين هذه المنظمات العالمية لما يعود على يعني أبناء هذا البلد وتطويرهم في من ناحية المهنة كذلك ومن ناحية يعني مزاولة المهنة في دولة الكويت. نعى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب
رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد الجبري، الفنان الكويتي الراحل عبد الرزاق خلف الذي وافته المنية عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات البلاد عصر أمس. وقال الوزير الجبري إن الساحة الفنية الكويتية فقدت برحيل الخلف فنانا من أصحاب الأخلاق العالية والقلوب البيضاء، مضيفا أن الفقيد استطاع خلال مسيرته أن يشق لنفسه طريقا إلى قلوب محبيه من خلال شخصية بورزيغا التي اشتهر بها منذ انخراطه في العمل الفني. يحفل معرض الذكرى 100 لزيارة الشيخ أحمد الجابر الصباح لبريطانيا بتفاصيل غنية توثق أهمية ومعاني تلك الزيارة، خصوصا وأن الأمير الراحل طيب الله ثراه كان أول مسؤول كويتي يزور بريطانيا ممثلا البلاد رسميا وعلى رأس وفد كبير. وتم افتتاح المعرض الذي أقامه الباحث في العلاقات الكويتية البريطانية عيسى دشتي بمجمع الحمراء برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب والسفارة البريطانية والشيخ هالة البدر الصباح، وضم العديد من الوثائق التي تخلد تلك المرحلة التاريخية المهمة. احنا نمتاز بعلاقات جد طيبة وعريقة مع المملكة البريطانية، الإمبراطورية البريطانية من زمن بعيد. علاقتنا السنة صارت 120 سنة مع الشيخ أحمد الجابر بالذات، كانت علاقة جدا حميمة، سياسية اجتماعية. بريطانيا كان لها ثقل كبير في الخليج، واعتقد ان احنا كنا ككويت احنا المنطقة اللي كانت تتمركز فيها العلاقات البريطانية. بمرور كل المندوبين البريطانيين امتازوا في علاقات مو بس مع الشيخ احمد الجابر، مع اسر الكويت كلها. الكويت احتضنتهم وهم عرفوا شلون يتعاملون مع الكويتيين. معكم عيسى يحيى عبد الرسول دشتي، باحث بالعلاقات الكويتية البريطانية. اليوم الحمد لله تم افتتاح معرض الشخصي حول الذكرى 100 لزيارة الشيخ أحمد الجابر الصباح لبريطانيا، والتي كانت عام 1919. كان الافتتاح برعاية وحضور معالي الشيخ هالة البدر الأحمد الصباح وسعادة السفير البريطاني لدى دولة الكويت السيد مايكل دافنبورت وسعادة السفير الهندي وجمع كبير من المهتمين بتاريخ العلاقات الثنائية. كما نعلم أن الكويت تحتفل في هذه العام مع الحكومة البريطانية بذكرى مرور 120 عام على توقيع اتفاقية الحماية الكويتية البريطانية، ويأتي هذا المعرض بدعم ورعاية من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في إقامته في مجمع الحمراء بمدينة الكويت. في جولتنا العربية وبعد شهرين من الاحتجاجات الشعبية الدامية في العراق، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنه سيقدم استقالته رسميا إلى مجلس النواب العراقي. وأضاف عبد المهدي إنه استجاب لمطالب المرجعية الدينية اليوم، فإنه سيرفع إلى مجلس النواب الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية لتتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته. وكان المرجع الديني السيد علي السستاني قد قال عبر خطبة الجمعة اليوم إنه مع ما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين، فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الحالية مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن. قام الكويت يتمسك بمستوياته القياسية رغم التراجع. تابعونا في الاقتصاد بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد.
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 32 سنتا ليبلغ 64 دولارا و78 سنتا في تداولات أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 63 دولارا و92 سنتا للبرميل بانخفاض 14 سنتا. المنتخب العراقي إلى الدور نصف النهائي، تابعونا في الرياضة بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. حجز المنتخب العراقي البطاقة الأولى عن المجموعة الأولى للتأهل للدور نصف النهائي لدورة كأس الخليج 24 لكرة القدم والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بهدفين نظيفين، سجل هدفي أسود الرافدين كل من علي عباس وعلي عبد الزهرة في الشوط الأول من المباراة، وأهدر مدافع المنتخب العراقي علي عدنان ركلة جزاء في الشوط الثاني من اللقاء. وبهذه النتيجة يرفع المنتخب العراقي رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، فيما بقي رصيد الإمارات عند 3 نقاط. ونبقى في أجواء دورة كأس الخليج، حيث يخوض المنتخب الكويتي غدا لقاء مصيرا أمام المنتخب العماني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، ويسعى الأزرق لحسم بطاقة التأهل من خلال سعيه للفوز باللقاء بعد أن حسم الجولة الأولى لصالحه بفوز كبير على الأخضر السعودي. وشهد التدريب الأخير للأزرق بقيادة ثامر عناد حضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للشد من أزر اللاعبين في المباراة. في إطار الأنشطة المتنوعة التي ينظمها قطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة، شهد جسر الشيخ جابر الأحمد سباق الهيئة العامة للرياضة الأول للدراجات الهوائية، وهو أول سباق يقام على جسر الشيخ جابر الأحمد منذ افتتاحه، وشارك في السباق ما يقارب من 200 دراج يمثلون 4 فئات عمرية، وأقيم السباق بحضور مدير إدارة الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم، الذي أكد حرص الهيئة على تنظيم وتنويع الفعاليات الرياضية لكافة شرائح المجتمع. أشكر مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ونائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع على دعم مثل هذه الرياضات وتشجيعهم على مثل هذه السباقات اللي تساعد الشباب على المشاركة والتنشيط هذه الدورة. الحمد لله اليوم نجحنا في تنظيم هذه البطولة الأولى للدراجات الهوائية على جسر جابر. كانت المسافة 65 كيلو، عدد المشاركين اللي سجلوا عندنا تقريبا 190 مشارك، وهذا من دل إن دل على نجاح هذه البطولة بتسجيل هذا العدد الكبير. نتمنى إن شاء الله مشاركة جميع الفئات وجميع بالجميع المسابقات اللي تقومها الهيئة العامة للرياضة، ومبروك للفائزين. السلام عليكم، معكم اللاعب عثمان عادل عكاري لاعب منتخب الكويت للدراجات الهوائية. سباق اليوم يعتبر أول سباق يقام على جسر الشيخ جابر، سباق جميل، أجواء حلوة، كان شوية في صعوبة في هواء، لكن التنافس جدا جميل واللاعبين ما شاء الله تبارك الله مستواهم وايد حلو. أشكر الهيئة العامة للشباب الرياضة قطاع الرياضة للجميع. نشكر الهيئة العامة للشباب الرياضة على السباق الجميل والتنظيم، صراحة أكثر من رائع، والحمد لله أنا حصلت على المركز الأول بفئة تحت 21 سنة، والصراحة أجواء وايد جميلة وأداء ممتاز من جميع اللاعبين. حصلت على المركز الثالث في فئة 21 في سباق كي أو سي برعاية الهيئة العامة للرياضة،
وطبعا احب اشكر القائمين على السباق ده وكل من دعم السباق. والصراحه السباق منافسه قويه ما بين الدراجين، ما كانتش سهله. والى هنا وصلنا معكم لنهايه النشره، وقبل ختامها نذكركم بامكانيه متابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب، ولمشاهده جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب. في امان الله.